30 لوحة فنية تزين معرض الفنان التشكيلي الفلسطيني ناصر زلوم في مدينة القدس. قطع تشكيلية مرسومة بتقنية مبتكرة عبر أسلوب رقمي باستعمال الحاسوب، وتمت طباعتها على الزجاج والقماش. هذا المعرض بالذات هو عن الفن التشكيلي في مجال الديجيتال اللي هو عن طريق الكمبيوتر. حابب أعرض فيه أساليب معينة كيف بنعمل الفن الكمبيوتر. حتى وأنا جيت لهون كنت متوقع، يعني حتى تفاجأت بتوقعاتي، لأنه كانت الصور أفضل بكثير من توقعاتي، مما أنا توقعت ولا تقل شأنها العالمية أبدا ما شاء الله. صحيح أن الغاية هي عرض هذه اللوحات المميزة أمام عشاق هذا النوع من الفنون، لكن الهدف الرئيس بالنسبة لناصر هو تسليط الضوء على القضايا الإنسانية وتحديدا مرضى سرطان الثدي. فهذه القطع الفنية معروضة في مزاد علني، وستخصص قيمتها لمساعدة ناجيات من هذا الداء في فلسطين. مرضى السرطان استحقوا الحياة إذا إحنا ساندناهم. فاليوم كان في مزاد، لهلأ طبعا رح نبلش المزاد ويكون ريع وسيرصد لعشرة شهر أكتوبر شهر التوعية لسرطان الثدي. جزء من ريع هذه اللوحات سيذهب لمساندة مرضى سرطان الثدي بشراء ثدي بديل وشعر مستعار، بالإضافة إلى الوصول إلى أماكن العلاج خصوصا في الضفة الغربية والقدس.